جدري القردة. قبل بداية التقرير دعونا ننصف القردة، فهي بريئة من الفيروس الذي يحمل اسمها، ولا علاقة لها به إلا من خلال اكتشاف أول حالة لقرد اختبار في أمريكا عام 1958، والمدانون هم القوارض من سناجب وجرذان، والتي تعيش في أدغال وسط إفريقيا وغربها. وعلى ما يبدو فإن ألم اختبار الكشف عن فيروس كورونا لا يزال يتجدد في أنوف العالم أجمع. وقبل أن تطرق الكمامات الوجوه، تباغتنا صور هذه البثور التي تبدأ في الوجه وسرعان ما تنتشر في الجسد كله، فيدخل الناس في موجة ذعر تنتشر أسرع من الفيروس نفسه، وكأن التكنولوجيا ووسائل التواصل تشعر متابعي ومتتبعي الأخبار بأن جدري القردة يتخفى وراء الأصبع الصغيرة التي تحتضن الموبايل وتقلب بين الصفحات. وهو ما زاد من جرعة الخوف واعتبار جميع الأمراض بعد حقبة كورونا لديها جواز سفر شرير تدخل به إلى حيث شاءت ومتى تشاء، وحيث أنه لا بشرى بالأمراض وأن المصائب لا تأتي فرادى، فإننا لا نريد التخفيف من هول فيروس القردة، ولكنه في الحقيقة مرض قضى نحبه منذ عام 1980 بعد 22 عاما على ظهوره، مع بقايا غير خطيرة في دول إفريقية عدة. وإن سرعان انتشار جدري القردة قليل جدا، ونسب الوفيات به حتى الآن أقل من 1%، بعكس كورونا المستجد، فإن انتقال فيروس القردة بين البشر قليلة للغاية، وتحتاج إلى كمية كبيرة من الرذاذ لينتقل من شخص لآخر. وهناك سلالات أخرى أخطر قليلا ولكنها نادرة جدا، وترتفع فيها نسبة الوفيات إلى 11%. الخبر السيء أن طرق العدوى لفيروس القردة متنوعة ومختلفة، فمنها من يأتي بملامسة الأيدي والنفس واستخدام فراش المصاب واستخدام معداته، لكن العالم في مكافحة هذا الفيروس لن يعيد اختراع العجلة من جديد، فاللقاح معروف ويمكن إنتاجه بسرعة. ولولا أن كورونا أهلك كاهل البشرية صحيا ومعنويا واقتصاديا واجتماعيا لما رأينا كل هذا الهلع من فيروس القردة، على أمل ألا يتحور ولا يتطور، فندخل جميعا في دوامة ودواء وشك وتباعد وإغلاق وسط مخاوف من تحوله إلى وباء.